يلا يا اخويا خلصنا، مش هنقعد اليوم كله نجهز في شط. احنا جاهزين يا استاذ، بس معقوله اعلان ما فيهوش موديل واحده ولا ممثله؟ من هنا رايح شغلي كله هيبقى كده، مش هشتغل مع مودلز ولا ممثله ولا اي جنس حريم. ما تسالنيش ليه، ده شغل انا بقى. تحت امرك. يلا خلصني. يلا يلا. حسام، صباح الفل يا حسام. صلاح وجدي؟ يا حسام مالك؟ زي ما تكون شفت عفريت كده قدامك، ايه في ايه؟ اولا مش متعود تجيلي التصوير، ثانيا بتشائم لما اشوف خلقتك يا اخي، عايز مني ايه تاني؟ بقى خليك حلو بقى. حسام، احنا قرايب واخوات واصحاب وعشره عمر بينا وبين بعض. مش عايز اعرفك يا اخي، مش عايز، انا حر. اخي هو كان ايه اللي حصل اساسا علشان مش عايز تعرفني؟ سوء تفاهم بسيط الحمد لله وجت سليمه وعدت على خير وخلاص، خلص الموضوع على كده. وبعدين ما تتخلاش عني غير في وقت شده زي ده، وقت انا محتاج لك فيه. محتاجني في ايه بقى ان شاء الله؟ حسام انت عارف ان احنا قرايب واخوات. واخوات واشرب. خلص خلص، عايز ايه ها؟ انت عارف ان انا بحبك حسام، وانت تتميز عن حليم وعن بركات بانك انت اقرب واحد ليا. هما دماغهم كبرت مش في دماغنا ولا في مستوانا، عشان كده انا عايزك في موضوع، يعني الطلب ده اذا وافقت عليه او ما وافقتش انا مش طالب منك غير حاجه واحده، فيك من يكتم السر. عموما يا استاذ انا مش ندل زي ناس. اخيتها عملت امبارح لما دبستني في عملتك السودا مع سماح شكري، كان ممكن ابعبع واقول كل حاجه، بس عشان انا جدع ما عملتهاش. انا عارف انك انت اصيل وجدع واحسن من حليم وبركات في الحته ديت، وهو ده اللي خلاني الجا ليك وافكر فيك في الوقت ده. تبقى جاي لي في مصيبه يا صلاح يا وجدي. ما تفولش في وشي كده يا اخي. خلص خلص، عندي شغل مش فضيلك. عايز ايه؟ يعني انا محتاجك كده نص ساعه فضيان بالليل الاول مع البطاقه. ليه محتاج ضامن؟ يعني هتشتري غساله ثلاجه بالتقسيط؟ لا، محتاج شاهد. شاهد على ايه؟ على عقد جواز فرعي. ايه فرعي دي؟ عرفي يعني، عرفي. انت مش كده؟ سماء شكري صح؟ يا عالم يا خالق، هو صلاح وجدي اتجنن. صلاح وجدي اتجنن. حسام اللي بتعمله في الاستوديو ده، انت عبيط ولا ايه يا اخي؟ ده ابقى عبيط وستين عبيط لو سمعت كلامك. انت جرد مخك ايه يا بني ادم؟ عايز تربعها على دماغنا اكتر ما هي متربقه؟ عايز تفتح علينا ابواب جهنم؟ يفتح الله يا اخويا. عندك بركات وصاحبك التاني، خد واحد منهم. معقوله بتتخلى عني حسام في وقت زي ده؟ ما اعرفكش يا اخي، ما اعرفكش ومش عايز اعرفك. ايه رايك بقى؟ انا اللي مش عايز اعرفك ولا لساني خاطب لسانك ولا اشوف شكلك بعد النهارده. وحسك عينك يا حسام يا محمود ان لسانك يفلت بكلمه واحده من اللي دار بيني وبينك هنا، والا هفتح عليك ابواب جهنم وهتلف الايام وتدور ومسيرك تجيني وتحتاجني ومش هقف جنبك، لانك لا صاحب ولا اخ ولا عشره عمر. اللي اصحابي بجد، اللي عشره عمر بجد، هم بركات وحليم، على الاقل ناس محترمه وواعيه ودماغهم اكبر منك، مش بيعملوا اعلانات تافهه زيك يا تافه. احنا جاهزين يا استاذ. فركش، مفيش تصوير النهارده.